قطاع السياحة يعيد الرئيس السيسي، رغم المعاناة ورغم ما شابه من خسائر كبيرة الفترة الماضية، كيف ترون هذا التأييد؟ شوف، التأييد ده تأييد وطني جدا، قرار مهم جدا خدوه قطاع السياحة رغم كل المعاناة اللي شافوها بعد 2011، لكن بيقولوا احنا مصريين، احنا موجودين، احنا داعمين لمصر، ايا كانت الظروف هنفضل متواجدين ونأيد مصر ونأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة لغاية الرئاسة الثانية ان شاء الله. حضرتك كشفت اليوم عن مقترحات جديدة خاصة بالنقل الجماعي سوف يتقدم بها بعض النواب، أهم الملامح لهذه المقترحات؟ الملامح اللي هنشوفها في الجلسة إن شاء الله، ولكن إحنا بنتكلم على قانون التنظيم على التنقل الجماعي اللي هيتيح فرص من عشرات الآلاف من الشباب ويريح جدا قطاع السياحة اللي كان من أهم التحديات اللي بنشوفها. هيبقى مشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا هتبقى قطاع خاص؟ كلها قطاع خاص.